من IDC ستوديو أهلا بكم. نستعرض في هذه الجولة من الأخبار الاقتصادية تحركات أسواق المال العالمية وأسواق السلع الأساسية والعملات خلال الأسبوع الماضي. البداية مع الأسهم الأمريكية والتي أغلقت الأسبوع الماضي على انخفاض على خلفية ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لتصل إلى 8.3% في أغسطس الماضي، واحتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بتقليص شراء الأصول خلال العام الجاري، حيث تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 2.15% خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق عند 34,607.72. كذلك تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 1.7% ليسجل 4,458.58. وجدير بالذكر أن تلك المؤشرات قد تلقت بعض الدعم إثر المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والصيني، والتي اعتبرت إشارة لانفراجة قريبة في العلاقات بين البلدين. نتحول إلى الأسهم الأوروبية، حيث أنهت أغلب المؤشرات تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع في ضوء ما أشار إليه البنك المركزي الأوروبي بشأن الخفض التدريجي لبرنامج شراء الأصول، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 بنحو 1.2%. كما تراجع المؤشر الرئيسي في كل من فرنسا وألمانيا، وفي المقابل ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني. أما على صعيد آسيا فقد ارتفع مؤشر توبكس الياباني في ضوء الآمال بشأن تشكيل حكومة جديدة. وفيما يتعلق بتحركات أسواق السلع الأساسية والعملات، فالبداية مع النفط والذي اختتم تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع ليصل خام برنت إلى نحو 73 دولاراً للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط 69.72 دولاراً للبرميل، وذلك في ظل نقص الإمدادات من الولايات المتحدة الأمريكية. وفيما يتعلق بمؤشر الدولار الأمريكي فقد شهد ارتفاعاً ليصل إلى 92.64، وذلك في ظل استمرار تأثر معنويات المستثمرين بعمليات سحب التحفيز من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ولمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومتابعة حساباتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما يمكنكم تحميل تطبيق IDSC. شكرا لكم.